أسعد الله أوقاتكم كل خير. أعضاء نبات الكرام، يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نكون في ضيافة الدكتور محمد عثمان في منزله العامل في مملكة البحرين. بداية أرحب فيك أبو أحمد. الله يسلمك حبيب الغالي وليد ابن علي، اسم دكتور محمد عثمان، بحريني من أصل مصري. أنا في الأول كنت في جامعة اسكندرية، أنا أولا من سكان مدينة اسكندرية في جمهورية مصر العربية، اشتغلت في الجامعة، خدت بكالوريوس زراعة من جامعة اسكندرية، واشتغلت فيها معيد ثم مدرس مساعد، وخدت الدكتوراه الشهادة عضوية تدريس في الجامعة. نقلت للبحرين في سنة 1982، جيت هنا في البحرين، مسكت في الأول رئيس قسم الزينة والنخيل في الوزارة، وبشتغل هنا، والحمد لله متزوج وعندي من الأولاد 3، الكبيرة ميران وأحمد ومنى، والحمد لله عندي أحفاد كمان، فالحمد لله. يخليهم لك يا دكتور، يخليك لهم بإذن الله. ودي من خلال إطلالتك على أعضاء نباتي تعطينا انطباعاتك عنهم، وكيف وجدت نفسك في جروبات نباتية يا دكتور؟ بصراحة أنا بحب جروبات نباتي وبحب كل الأعضاء، كل الأعضاء ما شاء الله عليهم ناس يعني فيري انترست، شغوفين بالزراعة، وده حاجة ميزة حلوة أوي. أنا بحبهم كلهم، وشايف منهم الناس المؤهلات والناس الهواة، والحقيقة هم بيسألوا في كل دقيقة وصغيرة، والحقيقة هم كمان يعني عندهم اهتمام كبير أوي بالزراعة، بيشجع الواحد يقول لهم كل حاجة عنده، وبستفيد منهم برضه في حاجات كتير في تجاربهم وأبحاثهم وكل شغلهم، أنا بستفيد منه كتير كمان. بس نصيحتي للجميع إن لازم يقرأ كتير، ويقرأ كتب علمية لو يقدر يجيب كتب علمية، خصوصا الكتب اللي بتتباع حوالين الجامعات، خصوصا كليات الزراعة في أي بلد، يقدر يروح أي مكتبة ويجيب كتب، يقرأ في كل حاجة مش في مجال معين، يقرأ في التربة، يقرأ في المية، يقرأ في الفسيولوجي بتاع النبات، يقرأ عن النباتات، لو هنشتغل على نبات معين لازم نقرأ نعرف كل حاجة منه. وأنا كان عندي خبرة في ده قبل كده، لما طلب مني نزرع الأفوكادو، لما طلعت المرجع عرفت إن هو عاوز تربة حمضية، عرفت إن مش ممكن يصلح عندنا، نحاول نزرع الحاجة الصالحة عندنا. خلال دردشتي معك قبل ما احنا سجل هاللقاء، قلت لي انك وقت الاجازات تجد متعه في اقتناء كل ما هو جديد من الكتب الزراعيه وتعكف على قراءتها، فهذا طبعا يصب في كلام للاعضاء ان مهم الواحد انه يعرف المعلومات عن النباتات حتى يعرف احتياجها ويلبي. عاوز اعرف الاعضاء الجروب الكرام، ايه الفرق بين الانسان اللي هو عنده خبرة، والفرق اللي هو بين التكنيشن اللي هو الفني، وبين الأكاديمي، وما بين الخبير. الراجل التكنيشن أو ده بيبقى راجل بيشتغل بإيده، بياخد خبرة بإيده وخلاص. أما الراجل الأكاديمي اللي هو عنده معلومات نظرية بس، أما الخبير اللي عنده معلومات نظرية وبيقرأ وبيشتغل بإيده، ده بيبقى عنده خبرة كبيرة. الحقيقة أنا اتعودت مع كل أجازة أسافرها في أي مكان، بحاول أروح فعلا حوالين في الجامعات، وأسأل في المكتبات الكبيرة زي عندنا مثلا دار المعارف، منشأة المعارف ودار الكتاب، اللي هي المكتبات الضخمة الكبيرة، إيه عندكم أحدث حاجة في الزراعة، وبجيبها، ما بتقيدش بفرع معين، بجيب في التربة، وبجيب عن المية، عن الفسيولوجي، عن النباتات سواء خضروات فاكهة، وكل ما جابها هنا بحاول اراها، بستفيد بحاجات كتيره قوي، اعرف العلم اخر حاجه وصل فيه. الهاوين في الزراعه يجدون انهم عندما يزرعون في حوض يموت النبات، مع انه معروف ان النبات يفترض انه ما يموت، لان الاصل في النبات البقاء وليس البناء. فايه الاسباب؟ هل أنت ترى أن الوسط الزراعي أو مكونات التربة اللي محطوطة فيها حاجات
تسبب فقد النبات؟ انا قلت اول حاجه في القصر عشان نحطه نجيب حجم القصيص مناسب لحجم النبات، ما نجيبش شجره ضخمه نحطها في قصيص صغير او العكس. دي ناحيه نعرف الوسط اللي بيتحط في اول حاجه في القصيص، لازم يكون نتاكد ان له فتحه صرف، الفتح الصرف اللي تحت ديت، ونجيب شويه من الحصى الاجريجيت اللي بيستعمل في بام الاسود وليس الابيض، لان الابيض بيبقى لايم ستون اللي هو حجر كيري ناعم بيدوب بالميه وبيدي املاح، فنجيب الاسود نحط عليه طبقه سمكه مثلا 2 سم 3 سم 5 سم، نحط التربه بتاعتنا. نيجي نشوف التربه المهمه بتاعتنا، الاساس في كل انواع التربه اللي هي الرمله. الرمله ديت بتلاقي حبيبات السيليكون الصغيره ديت، الرمله الخشنه بتاعت المباني لا تصلح للزراعه، ليه؟ ما بتمسكش ميه ولا بتمسك عناصر غذائيه. يبقى نختار الرمله الناعمه. الطينه اللي هي ناعمه قوي زياده عن اللازم دي ما بتصرفش ميه وفيها مشكله. نيجي نشوف المحسنات اللي بنحطها في التربه بتاعتنا. اول حاجه البيرلايت، البيرلايت بيبقى عباره عن صخور معدنية بتعرض لحرارة عالية فمليانة فراغات، والبيرلايت الهدف الوحيد استعماله ان بزود التهوية داخل النبات، فلو تربة طينية او تقيلة لازم نحط بيرلايت شوية. نيجي نشوف الحاجة التانية البيت موس. البيت موس انا بشوف كتير من الناس بيتعرفوا تعريفات مختلفة، انا هقول لكم التعريف اللي انتشر عنه والعلمي. البيت موس هو عبارة عن الطحالب البحرية اللي بتيجي بيغسلوها من الاملاح ويجففوها ويطحنوها وتتكبس وتتباع. البيت موس له فايده واحده في التربه، ان هو هولد ووتر، بيمسك الميه، بيمسك 25 ضعف حجمه ميه، ويبدا يديه النبات بالتدريج. لكن هو البيت موس لا هو ماده مغذيه ولا حاجه، يتخلط في التربه اما تكون خشنه على اساس نمسك الميه، ما نديش ميه كتير بيبقى هولد الميه بتاعتنا، فيتخلط بنسبة صغيرة مع التربة مش لازم نسبة كبيرة. نيجي الحاجة الأساسية الثانية اللي هي الأورجانيك كومبوست أو السماد العضوي المتحلل. المفروض منع هو غالبا للإندور بلانت، في تربة بتبقى مخصبة بيقولوا عليها بوتينج سويل. بوتينج يعني اللي هي التربة الخاصة بالأسس. هي ميزتها إنها خفيفة ومخصبة نستعملها للإندور بلانت. لكن لو عندنا أحواض خارجية أو أرض يبقى نستعمل الرملة الناعمة وليس الطينية عشان عملية الصرف، ونخلطها بشوية من البيت موس، وإذا كانت التربة تقيلة نحط عليها بيرلايت، مش تقيلة يبقى ملهاش داعي نحط البيرلايت، ونحط الكمبوست بتاعتها على وش على سطح التربة من فوق، ما نخلطهوش مع التربة كلها. ليه؟ لأن لو نزل تحت يبقى الأكسجين أقل، هيعمل تخمر يدي غازات أو حاجة زي الميثان تبقى ضارة بالدور النبات. دي اللي هي الاساس في التربه. مش عاوز بقى حد يقول لي 60% 70%، انت تقدر تعملها تقريبيه والنبات ان شاء الله بيستفيد بيها باذن الله. باسمكم جميعا فختاما نشكر الدكتور محمد على يعني اريحيه اللقاء وعلى البساطه وعلى تقبله، يعني حقيقه اني جيته من غير موعد مسبق حتى يعني قلت له ما نبغى يكون في اي تكلف في اللقاء نهائيا، يعني خليك زي ما انت، مش عاوزين نتعبك، عاوزين بس نسلط على الضوء على جوانب من شخصيه الدكتور محمد. ونتمنى ان شاء الله ان احنا يعني استطعنا ان من خلال هذه الاطلاله عليكم نكون وفقنا في رؤيه الدكتور واطلالته عليكم. وهل من كلمه اخيره لجروبات نباتيه دكتور؟ والله الحقيقة جروبات نباتي دول حبايبي كلهم، يعني بحبهم كلهم في الله، والحقيقة بستفيد منهم، بستفيد من معلوماتهم، بستفيد حتى من أسئلتهم، ومش لازم الواحد يبقى عارف كل حاجة. أنا لو في حاجة معرفهاش برجع للمراجع العلمية، وبقول نصيحة للكل حاولوا ترجعوا المراجع العلمية، ما تركزوش على جوجل، خصوصا جوجل اللي بالعربي لأن كله ناس بقواه بيكتبهم، فخلينا نجيب المصادر العلمية للحاجة هيبقى أفضل كتير قوي. وبشكر الجميع والله، وبشكر على رأسهم طبعا حبيبنا الغالي أبو زائر وأبو عبد الله حبيب الغالي ده وليد عبد المحسن، وكل المشرفين وكل أعضاء الجروب الحقيقي.
حبايبي كلهم والله، ربنا يبارك فيكم جميعا ويوفقكم. إذا نستودعكم جميعا ونترككم في رعاية الله وحفظه.